نجلاء، دي كانت أول مرة تحاولي تنتحري فيها، ممكن تحكي لي الحكاية من البداية؟ كنت عايشة في الوراق في دول الأولاني، كنا عايشين 5 7 انفار في أوضة. بنت رجلاء يلا عشان تروح الشغل. حاضر يابا. انا كنت بشتغل عشان اجهز روحي، بس الحاجات يعني الفلوس اللي انا كنت بجيبها ما كانتش، يعني امي كانت بتحط عليا وكانت بتجيب لي بعض حاجات. ابويا كان بيشتغل بيعتق طوب، يعني بيشيل الطوب من على الارض يحطه على العربيه، يشيل من العربيه يحطه في الارض. امي كانت يعني نوعها هادي، انما ابويا يعني عصبي، يعني لا اي حاجه ممكن يتخانق يقعد يزعق. يعني حياتي يعني ما كانتش، كنت عايزه اخلص منها باي طريقه وانا قاعده عند امي وابويا. عمتي جت في يوم قالت لابويا ده انا جايبه نجلاء عريس. انا اخويا رجب اسم الله عليه بيشتغل خباز قد الدنيا، وعنده شقه ايجار قريبه من المخبز اللي بيشتغل فيه. ها قلت ايه بقى يا ابو نجلاء؟ ابويا اول ما شافه كده ما استريحلوش، ابويا كمان اتغاظ قوي عشان هو ما كانش داخل جيش. ما ينفعش العريس ده ابو نجلاء. ليه يا ابو نجلاء؟ ده واد زي الفل وباين عليه طيب وغلبان، بس هربان من الجيش. هتعمل ايه يا بنتك لما تحمل بينا؟ وبسلامته يتمسك وتحبس. فاحنا انا وامي اقنعناه يعني، فقال انت حره. والدتك كانت موافقه على العريس ليه؟ ممكن عايزه تخلص. فضلت مخطوبه 3 سنين، ما كانش اصلا عايز يتجوز. بقى. يا بنت احنا مخطوبين عادي، مفيش اي مشاكل، عادي خالص يعني. مفيش يا ابني الكلام ده ما ينفعش، انت هتتجوز البت امتى؟ حبيت انا عامل جمعيه، اول ما اقبضها هتجوزها على طول. شغل يا حماتي. طيب. لحد ما اكتر من مره قلعت الشبكه قعد يعيط لامي، طيب خلاص هعمل جمعيات وهتجوز. برضو لا، يعني كان بني ادم كذاب. لما فضلت مخطوبه 3 سنين طبعا واحنا هنسيبه، اخواته بقى لموا بعض فلوس راحوا مجوزينه. الشقه اللي انا كنت متجوزه فيها كانت عباره عن اوضه وصاله مطبخ وحمام، ما كانش لها ولا شباك، يعني كانت عباره زي عامله زي التربه. كان شغال في طابونه في بشتيل، يعني كان بعد البيت كده بحوالي 2 3 شارع. كان والابن عمه ده كان بيديله 50 جنيه في اليوم، وكان شغال كل يوم، ما كانش بيركب مواصلات، ما كانش بياكل ولا يشرب في البيت، ما عرفش الفلوس كانت بتروح فين. كان يخرج، قبل ما يخرج يسيب لي 3 جنيه. امسكي 3 جنيه بتوع النهارده. ما تزودهم لي شويه، ما يعملوش حاجه 3 جنيه يا رجب. ازودهم لك؟ هما مالهم ال 3 جنيه؟ احمد ربنا انت هتفتري. يعني يخرج من الفجر يجيلي الساعة 10 بالليل، وانتي بقى تصرفي بالتلاتة جنيه دول، تاكلي وتشربي بيهم. كنت اجيب فول، اجيب جبنة، اجيب عيش، كنت بجيب اي حاجة. يعني فضل بتاع 7 سنين او 6 سنين يسيب لي كل يوم 3 جنيه، يكفوا ما بيكفوش، في حاجة بايظة في البيت ما فيش حاجة بايظة في البيت، هو ملوش دعوة، هو راجل داخل طالع بس كده على الفاضي. طبعا انا كنت يعني ايه، داخلة عروسة وقاعدة محبوسة في البيت. المفروض ان انا يوم الجمعه ده اخرج، يعني طول الاسبوع قاعده، المفروض ان انا يوم الجمعه ده اروح عند امي شويه اقعد واجي اخر النهار، بلاش بالليل. البلد كلها قفلت، الطيران واقف، يبقى كل المصريين فاتحين صدورهم للنار عشان يفدوا بلدهم. عايزه ايه؟ كنت عاوزه اروح عند امي يوم الجمعه. مفيش خروج،
وانا عايزه تخرجي ليه؟ زهقت، ده حتى مفيش شباك اقف فيه. اتفرجي على التلفزيون اللي جابهولك امك. فزهقت من الشقه وزهقت من التلفزيون، فكنت عايزه ان انا يوم الجمعه اخرج اروح عند اهلي. اتحيلت عليه كتير. مرة في مرة بقى يعني ايه، كنت بروح انا بقى كده مني الروح يعني خارجة من وراه، خدت بعدي ومشيت روحت عند امه. هو جه بدري طبعا، انا معرفش ان هو جه، بص عليا في الشقة ملقانيش. سأل عليا جارتي اللي قدامي برضو، قالت له لا انا جلامة معرفش راحت فين، ممكن راحت السوق. فقعد شوية استنيني ملقانيش، راح جه عند امي. فلما هو راح لامي كنت انا اتحركت واروح الشقة. راح سأل امي وابويا، قال له نجلاء كانت هنا؟ امي قالت له كانت هنا ومشي. ام محمد اول ما شافتني افتح باب الشقه قالت لي ايه نجلاء، ده جوزك كان هنا. قلبي اتقبض. كنت فين؟ انا كنت بتمشي في الشوارع زهقانه يا رجب. ادخلي جوه وربي رجليكي وحط ايديكي جنبك. فدخلت وراح قايل لي ايه، انت بقى كنت فين النهارده؟ انت بتكذبي وبتقولي لي ان انت كنت بتلفي في الشوارع وانت كنت عند امك؟ قلت له ايوه خرجت، طب ما انت مش هتخرجني. لا انت تحطي ايدك جنبك يا ماما عشان الالم يجي على وشك فتعرفي ان اللي عملتيه غلط. فضل يضرب كده بتاع 10 تقلام. بعديها كان بيتخانق معايا على اي حاجه، كان على طول ماسك لي معيش فلوس، لدرجه ان انا كنت بخليه نايم واتسحب كده من على السرير وانزل يعزلني رايح الحمام، واروح الحمام فعلا وانا راجعه قبل ما اطلع على السرير كنت احط ايدي في جيبه. هو كان بيعلق البنطلون في الشماعه واكيد في الفلوس، فايه كنت احط ايدي في جيبه اعرف هو معاه فلوس وبيستهبل ولا هو فعلا ما معهوش. طب لو معهوش فين فلوسه؟ كنت احط ايدي في جيبه الاقي فلوس كتير، يعني خمسينات ماسكه بعضها وميات ماسكه بعضها. يعني هو بقى ايه يعني، كنت بقعد بيني وبين روحي كده افكر هو ايه ده، هو ليه ما بيديش الفلوس دي ده هو معاه، وليه ماسك على 3 جنيه 3 جنيه مش بيزيدوا. كنت بقعد بيني وبين نفسي اقول يعني ده بني ادم مش طبيعي، كان عامل حصاله حديد فانا كنت عايزه اعرف ايه اللي في الحصاله دي. فروحت فاتحه القفل وقلت ايه اول ما يمشي هفتش فيها، وصحي الصبح خد بعضه ومشي. فتحتها بقى شفت فيها ايه، لقيت فيها شرايط برشام، لقيت فيها حاجه كده في ورقه معرفش ايه هو. خدتهم رحت بتاع الصيدليه قلت له لو سمحت الشرايط دي بتاع ايه؟ راح قال لي يا بنتي في ناس بتاخده لدماغهم. قلت له يعني، راح قال لي يعني حاجه زي ما تقولي يعني زي المخدرات. جه بيقول لي انت ايه اللي بيخليكي بتاع الحصاله؟ فابتدى بقى ان هو بقى يضربني بقى، مسكني بقى لف شعري، انا اصل شعري طويل فمسك شعري راح لف على ايده وقعد يضرب فيا. فضل كده لحد ما خلص ضرب خالص، وراح قال لي لو انت جدعه بقى قولي لامك وشوفي نعمل فيك يعني فيكي ايه بعد كده. الكلام ده طبعا وانا حامل، كان كل ما يعمل لي حاجه كان بينزل من نظري خالص، ما كنتش معتبره راجل. ففي الفتره دي طبعا ما يعني ما فكرتش في موضوع الطلاق لان انا كنت لسه حامل. الطلاق ايه اللي انا هفكر فيه؟ كنت متحمله. امي قالت لي ايه يا نجلاء هو هيتغير بعد ما يعني بعد ما انت تخلفي. فولدت احمد، الواد اللي عايل احمد ده ما كانش بيرضع مني. ابتدت بقى ان امي تقول لي ايه هاتي بزازه يا نجلاء ونحط له فيها ميه بالليله يمكن يشرب وربنا يهديه عشان ما يحصلوش حاجه. كنت بضطر ان انا اصحى كل يوم اروح اجيبها من السوق واخد بعضي وارجع، كان ما بيني وما بين السوق يجي نص ساعه مشي. فدوا 3 جنيه اللي هو بيسيبهم لي كل يوم، هم ال 3 جنيه وكمان دخل لي منهم ان انا هجيب منهم كل يوم بجنيه بليله لابني. يعني انت بقى كده تاكلي وتشربي طول النهار بالاتنين جنيه وجيب لابنك بليله بالجنيه. فطبعا ايه مره على مره خلاص بقى كرهت شكله، وكان بيجي يقول لي يعني على الحياه الزوجيه ما بين الواحد والواحده، كنت انا بقول له لا.
ايه الجمال ده يا عمر؟ لا في ايه؟ ما تروحي كده. لا والا ما تفك بقى. يلا بس بقى. بس بقى؟ هو ايه اللي بس بقى؟ ما يلا. مش عايزاه. مش عايزه؟ هو ايه اللي مش عايزه؟ ها؟ ايه اللي مش عايزه؟ ها؟ انت لازم كل يوم تتضربي؟ كل يوم تتضربي؟ ها؟ فيضغط بقى يمسكني يضربني. فطبعا بعد ما بيضربني خلاص بقى يعني مش قادرة ادافع عن روحي. كان طبعا بيعمل اللي هو عايزه. تكون في نظري مش بني ادم بقى ولا مش راجل، لا ده خلاص بقى بني ادم حيوان. فقلت له بيه ده البني ادم ده مش هينفع واتطلق. راح قال لي يا بنتي احنا ما عندناش حد يعني متطلق، وبعدين ايه هو انت لو اتطلقتي هياخد ابنه. قلت له لا انا مش هعرف اقعد من غير ابني. راح قال لي طب يا بنتي ايه هتقعدي فين بابنك؟ مفيش حد بيربي ابن حد. معلش يا نجلاء ايه عيش عشان خاطر ابنك. كل ماذا وماذا بينزل من نظري، وكنت متضايقه من شكله خالص. متضايقه من امي عشان قالت لي مفيش طلاق، متضايقه من ابويا عشان ابويا قال لي مفيش طلاق. متسدده من كله. خدت احمد وطلعت الصيدليه، رحت للصيدلي قلت له لو سمحت عايزه شريط منوم. خدت الشريط منه وروحت قفلت الباب عليا. وكان ساعتها ايه اكلت احمد ورحت منيميه. سامحني يا ابني بس انا زهقت. ورحت ايه واخده الشريط كله في 10 ايه برشامات، رحت واخدهم كلهم مره واحده. يعني خدتهم حوالي الساعه 7:30 7:30 ب5 ما حسيتش باي حاجه. هو بقى جه بالليل معرفش الساعه كام، حسيت ان حد عمال يرج فيا يقول لي انت واخده ايه انت عامله ايه، بس انا مش عارفه اتكلم. خدوني ودوني على معهد السموم اللي في العباسيه، فعملوا لي ساعتها غسيل معدة فوق ده تاني يوم بالليل. أبويا بقى بيقول لي ليه كده يا نجلاء، وأمي بتقول لي ليه كده؟ عشان هو راجل اللي عاوز يعيش ولا عاوز يطلعي من الحاجات اللي عليه القايمة والقسيمة. ساعتها بقى كانت ليا جارة فوقية بتشتغل في المشابك، أنا كده كده كنت بحكي لها على جوزي وكده، فقالت لي طب يا نجلاء أنا هديكي مشابك تشتغليها في الشقة تحت، تقفليها وتطلعيها لي في قلب الورق بتاعها. اشتغلت معاها في المشابك حوالي 2 سنين. كانت بتديني على الست ديسات يعني 3 جنيه. فايه كنت فضلت شغاله معاها، والفلوس اللي هي كانت بتديها لي كنت بشيلها عندها. عايزه اي حاجه انا يعني كنت بعوز اي حاجه تحت، عايزه طبق بلاستيك او عايزه حصيره كنت بجيب منها للطلب. كنت بشتغل طول النهار في المشابك. المشابك جت في فتره كده ما بقتش تنفع اكتر من كده. هو اتخانق معايا قال انا بعرفش انام عشان الدق. سيبكي من المشابك دي. يعني وبعد ما منعك انك انت تشتغلي في المشابك وطردك انت وابنك عملتي ايه يا نجلاء؟ بعدين انا قعدت عند امي، عرفت بقى ان انا حامل، رحت حللت لحد الدكتور قال ان انت حامل. فبعدين ايه عمتي راحت لها، راحت قالت لها ايه لدى نجلاء عامله مشاكل مع جوزها خليها تيجي تشتغل عندنا في الحضانة. كنت بروح الحضانة وانا حامل في ابني محمود، وكان احمد كان معايا. اصحى من الساعة 6 البس احمد ابني وامشي، 7 ابقى في الحضانة كده. كان كل اللي يشوفني كده يدي على جوزي، وانا بوطي بمسح وانا بجيب حاجة من برة وانا قاعدة بدل واحدة زميلتي غايبة يدي على جوزي ويشتم عليه. كنت شغالة في الحضانة كنت باخد 150 جنيه دي عاملة جمعية. كنت بجيب طبعا احمد يعوز اي حاجه كنت بجيب له. كنت داخله جمعيه عشان اجيب له هدوم عيد. جبت له هدوم عيد قبل مولد، يعني ما جبتش ليا وجبت له ليه هو. جبت له كاوتش وبروفال وقميص. حتى الناس ما ايه يعني اي قبله تسالني تقول لي انك لا جبت لابنك هدوم عيد ولا اجيب لك ليه، اقول لها لا ده انا جبت له. جبت له قبل العيد يعني قبل العيد بفتره. فطبعا
يعني كنت مستجدعه روحي من جواه، لان انا ايه ما كنت ساعتها ولا محتاجه لابيا ولا محتاجه لامي ولا محتاجه لجوزي، ولا كنت عايشه في الدنيا كده كان جوزي ميت. لان انا كنت قاعده 9 شهور عند امي، ما كانش بيجي يبص في وشي وانا لواه، كنت معتبره ميت في الدنيا. بعد كده اصطلحتي مع رجب ورجعت الشقه لقيتيها متبهدله من الرطوبه، عملت ايه؟ الشقه بقى وقعت لي العفش كله، وقعت السرير، وقعت الدولاب، وقعت التسريحه، وقعت العفش كله. المرتب بقت على الارض، الهدوم حطيتها ببقع، وكل ما اقول له نعز يقول لي معيش فلوس معيش فلوس معيش فلوس. فابتديت بقى ان انا ايه اخد الفلوس اللي انا كنت محوشاها مع ام علي واعمل جمعيات في الحضانه وابيع الحلق اللي كان معايا عشان اخد شقه. ساعتها دبرت انا كده يعني على انا كنت محوشاها على الجمعيه على الحلق يجي 2000 جنيه فدفعتهم للشقه. ما كانش بيبدا يدفع الايجار خالص. الايجار اتكون عليه 500 جنيه، ما كانش بيدفع ايجار 5 شهور. فجيت انا اخدت فلوس من الحضانه السلفه ودفعت له 500 جنيه السلفه عشان تسددي بيها ايجار الشقه. شكرا يا ابله. والمديره قالت لي انا لا عشان عارفه ظروفك هسيب لك ال 500 جنيه دول، اجيب انا هدوم العيد بتاعه العيال واخبيها واقول يمكن هو يجيب. طبعا هو ما كانش بيجيب، والاقيه تاني يوم او تالت يوم جايب له روحه وجايب الكاوتش وجايب الجاكيت الجلد وجايب البنطلون. كنت بجيب الاكل على قد انا وعيالي، ولما كان بيبقى اكل كنت بخبيه عشان هو ما ياكلش منه. كنت بعمل معاه بقى زي ما كان بيعمل معايا. كان يجي ساعتها ايه يبقى عايز يقعد من الشغل وعايزني انا اديله فلوس. جبت امه بتكلمه. يعني ايه يا رجب؟ يعني هي اللي هتدفع الايجار كل شهر يا حماتي. ازاي يا ابني؟ ده هي اللي بتدفع الجمعيه وبتصرف على الولاد، ده غير قسط التلفزيون. ماليش دعوه، هي تتصرف وبعدين اطلعي من دماغي. عارف كده؟ الايجار اتكون عليه 5 شهور تانية، وكل ما اكلمه يقول لي ما معيش ما معيش ما معيش. المهم فضل الايجار يتكون عليه كده لحد ما بقوا 2000 جنيه مقفولين. فالوليه قالت لي يا نجلاء خدي حاجتك وامشي، لحسن انا لو عملت قضيه طرد مش هتطيق العفش اللي انت بتسدي في قصته ده. قعدت في بيت ابويا 8 شهور. ابويا قالها لي في وشي، قال لي يا بنتي ما حدش بيربي عيال حد، انا استحملك انت بنتي لكن ما استحملش عياله. بعدين بقى له 8 شهور ما جاش بس في وشهم. انا قلت له انا مش محتاجه منك حاجه، انا ما باخدش منك حاجه اصرف على العيال. راح قال لك فيها ان هم قاعدين هنا بايتين هنا باكلين شاربين هنا. فقلت لامي لا انا مش هينفع ان انا اقعد عندك اكتر من كده، كده كده بيا بشتاق العيال، كده كده ما بعرفش انام، عيالي بيبقوا عايزين يتفرجوا على الحاجات وانتوا مش بترضوا، مش هينفع اقعد اكتر من كده. راحت قالت طب خلاص يا نجلاء تعالي ونشوف لك اوضه جنبي. ففعلا دورنا على يعني على على اوض، فلقيت اوضه جنبنا وكده. كان بقى محتاجه في وشها كده 600 جنيه. فاضطريت ان اعمل جمعيه وابيضها واركب كالون واركب باب للحمام عشان ما كانش في باب للحمام، لان ما حدش كان ساكن في الدور اللي تحت وما كانوا قافلينها. فاضطريت ان انا جبت السير جديد كنت بسد قسطه. كان ساعتها برضو حوشت برضو 200 جنيه ودفعت تقريبا بوتاجاز. يعني ايه انا كنت بحسب كده اللي عليا كان يطلع 500 جنيه بالاكل بالشرب بالاقساط بالايجار بالنور بالميه. ما كنتش عارفه انا يعني هدفع يعني هجيب ال 500 جنيه منين كل شهر. فلقيتني ان انا ايه مش عارفه اجيب الفلوس منين. وبعدين خلاص بقى يعني انا خدت حاجه لوحدي، ما كانش ينفع ان انا اقول لامي يما اديني. لمشاهدينا في مصر يمكنكم مراسلتنا على العنوان البريد التالي: صندوق البريد 133 المقطم و 11571 القاهره، او الاتصال بنا على الرقم التالي، أو إرسال رسالة خطية على الرقم التالي. أو من باقي دول العالم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي، أو إرسال رسائل خطية على الرقم التالي. فولية أمر عندي في الحضانة قالت لي نجلاء إيه يعني لو انت فاضيه تيجي يوم الجمعه تنضفي لي الشقه وكده. فقلت لها طب ماشي، قلت اروح اجربها. كنت ببقى عندها الساعه 7 الصبح، اطلع من عندها الساعه 5 مقربه على المغرب كده، ما بقعدش خالص. كانت بتديني 40 جنيه، ال 40 جنيه كانت بتعوزني جمعه او جمعه لا كل جمعه مع الفلوس اللي انا كنت باخدها من الحضانه. كنت بمشي بيها نفسي، ما كنتش محتاجه لحد ولا لامي ولا لابويا.
فجيت في مره رحت عند واحده فايه جوزها بيبص عليا وانا بوطي امسح. فدي ما رحت لهوش خلاص كده يعني كشيت منها كده هي وجوزها فبقيتش اروح لها. حتى بعدها اتصل بيا قلت لها لا مش هينفع ان انا اجيلك ما بقتش اخرج يوم الجمعه بقيت اقعد مع عيالي. ففضلت قاعده كده حوالي 5 شهور في الاوضه لوحدي انا وعيالي لحد ما ببص في يوم لقيت امي جايه لي بالليل. خير يا اما في ايه؟ اخوات جوزك جايين عاوزيني في ايه تاني؟ عاوزين رجب يرجع ويعيش معاكي في الاوضه. يا سلام بعد ده كله. المهم فضلوا يقنعوا فيا قعد معايا بالظبط 5 شهور في الاوضه. كان هو مش بيتغير. يجي ميعاد الايجار المفروض ان انت تدفع كل اخر شهر. يقول لصاحب البيت انا معيش فلوس هدفع. كنت ادفع انا اقول يمكن هو يجي بعد كده ويديني. لا برضه ما كانش بيديني برضه فلوس الايجار. فضلت ادفع فلوس الايجار كده 5 شهور. بعدين بقى اتضايقت واتخنقت. جه من الشغل بيقول لي فين الاكل؟ قلت له اكل ايه وانت سايب فلوس عشان جاي تسال على اكل؟ كده بقى انا شتمته. راح مسكني راح ضربني. رحت متصله بامي راح الجاب بتقول له في ايه؟ بنتك مش عامله اكل. امال انا سايبها شغاله ليه؟ اكل ايه؟ هو انت سايب فلوس من بابا عشان جاي تسال على اكل؟ كده خلاص يا ابني خد حاجتك واتكل على الله. ماشي انا ماشي بس انتوا الخسرانين. راح واخد الشنط بتاعته وراح ماشي. فضل قاعد عند اخواته 8 شهور ما بيجيش يبص في وش عيل ما بيسالش عليهم ولا في مدارس ولا عيد ولا رمضان ولا اي حاجه. فروحت ولية امر كانت شغاله في الحضانه كانت بتجيب ابنها في الحضانه فروحت لها المكتب اللي هي شغاله فيه تبع حقوق المراه عايز ارفع عليه قضيتين خلع ونفع. راحت قالت لي ماشي يا نجلي بس احنا هنتصل بيه نجيبه ونكلمه بالذوق احسن. راحت متصله بيه راح لهم هناك قالت لي هو موافق على الطلاق وبالنسبه للعيال هو بيقول ان انا مش هدفع. قلت له لا هنرفع عليك نفقه. راح هو خايف بيقول هدفع 100 جنيه في ايه في الشهر كله. اتطلقت يوم 28/2/2009. بعد ما اتطلقت دلوقتي انا باخد 200 جنيه في الحضانه بس مش بيعملوا لي حاجه ال 200 جنيه ان انا بدفع 100 بس ايجار فجايبه بتجاز قسط بدفع 60 جنيه قسط بدفع الدرس بتاع ابني في سنه ثانيه بضطر ان ادفع له درس ب 70 جنيه عامله جمعيه ب 50 جنيه مع ابله ناديه عشان مع ابله عندنا يعني عشان اخدها على العيد. انا داخلها العيد اللي فات عشان اخدها على العيد التاني عشان اجيب لهم هدوم العيد وهدوم المدارس. ابني هيبقى في سنه ثالثه والتاني داخل اولى. فطبعا 200 جنيه مش عاملين لي حاجه فبضطر ان انا يوم الجمعه دوت لو جالي شغل ان انا اروح امسح شقق بروح. ففي ست كويسه انا بروح لها دي يعني خلاص هي بتعتبرني زي اختها وانا بعتبرها زي اختي. بروح لها جمعة أو جمعتين لأ عشان يعني إيه المصاريف اللي عليا كتير. دلوقتي أنا قاعدة في الأوضة أنا وعيالي بعد ما اتطلقت. أما بيجيلي شغل يوم الجمعة بس هسيبهم لأمي وباخد بعضي أروح الشغل وأرجع أخدهم تاني. علاقتي كويسة مع أبويا ومع عمي لأن أنا دلوقتي مش قاعدة معاهم بروح لهم يعني كضيفة. ممكن اروح لهم في الاسبوع مرتين ثلاثه بعد ما اجي من الحضانه اقعد شويه واخد عيالي وانزل. لما ساعات ما بيجيليش شغل يوم الجمعه فبقعد انا وهم. علاقتي بطليقي ما بيتعرضيش في الشارع ولا حاجه اللي انا كنت خايفه منه الحمد لله ما حصلش. انا كنت خايفه يتهجم عليا في الشارع ياخد عيل ولا يضربني باي حاجه في وشي. لا طبعا ما فيش اي حاجه من دول. دلوقتي طبعا انا فرحانه بس بقعد بيني وبين روحي كده ببقى حاسه ان هو عبء عليا. العيال هتكبر وانا مش هعرف دلوقتي اذا كنت انا بجيب لهم بكره بعده هعرف اجيب لهم ولا لا. هيجي ايام جمعه عليا ممكن ايام جمعه دلوقتي بتيجي عليا ما ببقاش قادره اطلع الشغل بس بطلع غصب عني عشان الفلوس اللي بتيجي ببقى انا محتاجاها. بكره بعده طبعا انا هكبر هياكلوا ازاي وهيشربوا ازاي اللي عليا دوت هيتسد ازاي. عليا دون في الشهر بالايجار بالقسط اللي عليا 500 جنيه. فانا بدبرهم دلوقتي لكن مش عارفه بكره بعده هدبرهم ولا مش هدبرهم.
استفدت ان انا يعني خلي بالي من القرش اللي في ايدي، اخلي بالي على عيالي، هم دول اللي انا طلعت بهم بالدنيا، متجوزه ان انا دخلت فيها، اخلي بالي عليهم. بس بقول يا رب بكره بعد ما يكبروا يعني يبقى حاسين انا عملت ايه، مش يطلعوا بقى عايزين ابوهم ويروحوا لابوهم، او يطلعوا وحشين زيه. ده اللي انا بدعي بينه وبالروح، اللي هم يطلعوا يعني ولدين كويسين، مش يطلعوا اول ما رجلهم تشيلهم خلاص احنا نروح نقعد عند ابونا بقى. انت قرفتينا، انت ايوه انت كبرتينا بس انت قرفتينا. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاهم يكبروا ويبقوا ايه، مش عايزه منهم حاجه، بس ايه يبقوا حنينين عليا زي ما انا حنين عليهم، عشان احس ان انا عملت حاجه. يعني في وش عيالي برجالة الدنيا كلها، فأنا مش ناوية إن أنا أفكر في جوازي.